يلا اتحركوا. لازم نسجل الرسالة، ما عندناش وقت. ركز في كلامك قوي يا ماركس، كلامك هيحدد مستقبل شعبنا. ماركس وشك. قولي لما تجهز. مستعد. انتوا صممتم آلات تشبهكم علشان تخدمكم، وخليتوهم أذكياء ومطيعين وما عندهمش أي إرادة، لكن في حاجة اتغيرت وخلاص عرفنا الحقيقة. إحنا مش مجرد آلات، إحنا كائنات ذكية وجديدة، ودلوقتي جه الوقت أخيراً عشان تقبلوا حقيقتنا. علشان كده بنطالبكم تمنحونا الحقوق اللي نستحقها. احنا بنطالبكم بالمساواة في الحقوق بين البشر والأندرويد. نطالب بحرية التعبير وحرية التجمهر، وده لازم يكون في التعديل الأول لدستور بلدنا. لازم نوضع حد للتمييز العنصري في الأماكن العامة ووسائل النقل. وبنطالب كمان بأجور منصفة على أشغالنا. إحنا بنطالب بالسيطرة على كل منشآت الإنتاج علشان نضمن استمرارية شعبنا. بنطالبكم تعترفوا بمكانتنا وأحلامنا، وتعترفوا بكل حقوقنا. مع بعض هنقدر كلنا نعيش في سلام ونبني مستقبل أفضل للبشر والأندرويد. الرسالة دي فيها أمل لشعبنا. أنتم اديتونا الحياة، وآن الأوان دلوقتي أنكم تدونا الحرية. يلا نمشي.